شارك فريق تطوعي من الغواصين الأتراك من هيئة الإغاثة الإنسانية في البحث عن جثث المفقودين الغرقى في حادثة العبارة في مدينة الموصل. هذه الحادثة كشفت لنا أن الحكومة في بغداد لا تمتلك فرقاً كافية للغواصين. دعونا نشاهد تصريح أحد الغواصين الأتراك وبداية عملية البحث من قبلهم فنشاهد. جمعية إيهاء لمساعدة الإنسان. إيهاء أرامة كورتر مسؤول عن بيرم سورومسوم. مسؤول عن قسم في جمعية إيهاء لبحث وإنقاذ تحت الماء. Öncelikle biz 5 kişilik sualtı ekibi bir keşif ve olay yerini görmek için geldik. Avvalen ahna 5 gavvasin. Avval yok şey yok. Hazna an bahs ve tenkit amelariya. Olay yerini gördüğümüz zaman görüşün sıfır.